الوضع الميداني معروف، نحن علمنا عنه كثير، لم يسترد الجيش أي موقع، سيطرنا عليه، نحن نسيطر على القيادة، نسيطر على القصر الجمهوري. بالأمس اكتشف باقي قوات الدعم السريع زار القصر الجمهوري، زار القوات المتمركزة هناك، نسيطر على مطار الخرطوم الدولي، نسيطر على الفضاء من أبليا منه إلى الخرطوم، نسيطر على مواقع واسعة. نحن الآن قواتنا نسيطر على كل الطرق المؤدية منه إلى ولاية الخرطوم، تحت تسيطر على مغرات كثيرة للجيش، منها مدينة زيادة صناعية، استولت على عدد كبير من الدبابات والمدافع والأسلحة، كل شيء. يعني لا تستطيع حصر ما تسيطر عليه قوات الدعم السريع الآن، لكن أقول لك 90% من المغرات في ولاية الخرطوم ومن الشوارع ولاية الخرطوم. خارج الخرطوم في الولايات تدور بعض المعارك، سيطرت قوات الدعم السريع على مطار نيالة، طبعا هذا معلن من أول يوم، على مطار نيالة والطاشر والجنينة والغبية، وعلى بعض الفرق العسكرية الموجودة هناك. سيطر هناك معارك دارت في النيل الأزرق بين الجيش والدعم السريع، أيضا سيطر الجيش على عدد من المغرات. هذه حروب لم تحصر الآن، ولكن موقف الدعم السريع في كل الجبهات موقف متقدم. لا توجد قوات أممية في السودان حتى يتم استهدافها، هذه تعذيب. نحن سهلنا خروج جميع البعثات الدبلوماسية، ساهمنا في حماية السفارات، جميع السفارات التي تقع في الخرطوم هي تحت حماية الدعم السريع. جمعنا جميع الجاليات، كل سفارة جمعت جالياتها، والآن نستعد لإخراجهم إلى مدينة دوسودان للمغادرة. هي الهدنة ما زالت سارية، لكن الجيش لم يلتزم بها من أول يوم. طائرات تضرب في كل الاتجاهات، تروع المدنيين، تحاول استهداف المواقع التي تسيطر عليها الدعم السريع. لم يبغى للجيش إلا السلاح الجوي، واستخدمه داخل مدينة الخرطوم، وهذا مشاهد من كل الناس. لا، هو أحدث خسائر في بداية المعركة، لأن المعركة كانت فجائية ولم يكن لقوات الدعم السريع معرفة بها، كانت في مغراتها في معسكراتها. أحدث بعض الخسائر، ولكن استطاعت قوات الدعم السريع الاتفاق على هذا، مغادرة المغرات والتصدي بالمضادات لهذه الطيران. أصبحت الدعم السريع حتى الآن 7 طائرات في مواقع مختلفة، وأسر طيارين، وبعدها أصبحت المعلومات متاحة من أين يطلع الطيران. سيطرنا على غائط جبل أولي الجوية قبل إطلاع الطيران، وبها طيارة عدد كبير من الطيارة، دخول مطار مروي عطل أكثر من 11 طائرة، فلم يبقى للجيش طائرات كثيرة. وأيضا استطاعت قوات الدعم السريع أن تمتص الصدمة وأن تواجه لديها مضادات منتشرة في كل ولايات الخرطوم. هذا الطيران يضرب بشكل عشوائي بأهداف غير مرتبة، تأثر بالغصب الجوي المدنيين أكثر من القوات. لا نمتلك أي معلومات عن أي دولة ساهمت في الطيران الجوي، فقط هنالك طائرات ليست لا يمتلكها الجيش السوداني، ضربت في اليوم الأول والثاني واختفت. هذه اتصالات طبيعية جدا، بذل هو في النهاية نهاية القيادة وغير قوات الدعم السريع، هو طرف أساسي الآن. والسودان له أهمية لدى كثير من الدول. لا يوجد شيء مطروح للحل أو غيره، طلب الهدنة وافقت عليه قوات الدعم السريع، لا يوجد شيء غير طبيعي في هذه الطلب. لم تقدم أي مبادرة لوقف إطلاق النار، كل الذي قدم طلب هدنة وافقنا عليه وأصدرنا بيان بذلك.